我今天上班呢。هنا بتقدر حاليا في ممارسة تحطيب لشركة موظفين شركة مابسو، ممارسة فن التحطيب، يكتشفوا ايه الفن ده ويحسوه من عن طريق الممارسة مش عن طريق الكلام والمحاضرة. الناس كلها مبسوطة بتكتشف حاجة جديدة وقديمة في نفس الوقت، يعني بتكتشف حاجة جواها كانت موجودة جواها، لأن الفن التحطيب جاي زي الفن الرقص الشرقي، حاجة موجودة في جسم وفي قلب كل مصري، بتطلع تلقائية. خليك مع المنافس، خليك مع المنافس. ها ما تشتغلش لوحدك. ها يلا دلوقتي اتعلمتوا تمشوا، خشوا بقى خشوا بالجسم. انا ماشي في باريس من مش عارف من سنتين ثلاثه مع صديق، صديقي ده قابل صديق له اللي هو الاستاذ عادل بولاد، فتعرفت على عادل وقال لي انا بعمل تحطيب. عادل بولاد مصري، مولود في اسماعيليه، اتربى في بورسعيد، امه من اسيوط، ابوه من من القاهره، وساب مصر وهو عمره 12 سنه وهاجر فرنسا، عمل دكتوراه في الفيزياء، اشتغل في شركه سيسكو، مظبوط يا عادل، للانظمه الكمبيوتر، ومارس رياضه الكاراتيه والايكيدو والكونغ فو. هو عنده 62 سنه وشكله اصغر من ناس كتير مننا، يعني مني مبدئيا يعني. على سنة 52 كان بيزور باين عيلته في أسيوط وشاف ناس بتحطب، وقال لك الله، طب اللي بيعملوه ده ما هو ده فن قتالي وزيه زي الكونغ فو والحاجات دي كلها، ما دي برضو كانت رياضات فلاحين في بلادهم هناك، واحد من 100 سنة، والواحد ده معروف يعني مش حاجة في ما قبل التاريخ، يعني واحد اسمه معروف، ابتدى يعمل مدرسة وجمع الحركات بتاعت الناس ودونها وعمل لها سيستم، وبقى في حاجه اسمها كونغ فو. كونغ فو ده غالبا ما كانش اسمه كونغ فو، الناس بتلعبه كده برضو زي ما احنا بنلعب، بنعمل حاجات بتلقائيه. الفن ده موجود بقاله 5000 سنه، مر 5000 سنه وصل لنا سليم، البركه في المعلمين اللي ورايا والمجتمعات الريفيه، المجتمعات الريفيه اللي حافظت على هذا الفن. كان اصلا هو قتالي قتالي قتالي، الجيوش المصرية الفرعونية، أبو سير، منطقة أبو سير، ده هنا الأسرة الخامسة، فرعون الثاني سحورق، كان في ممر بتاع 200 متر، 200 متر جدران، ارتفاع 3 أمتار ونص 4 أمتار، تقريبا كلها على فنون قتالية، في حاجات بسيطة فضلت من ضمنهم المنحوت ده اللي قدامكم، أوكي؟ يعني هو أساسيا قتالي، وتحول إلى قتالي احتفالي وجماعي على مر السنين، لما في المجتمعات الريفيه بالليل في وقت العشاء العصر الناس تتجمع، كان فيها رياضات بدنيه ورياضات ذهنيه، الناس كانت بتتسلى، ما كانش فيه ولا تلفزيون ولا موبايل. اوكي خلاص، كل واحد عنده عصايته. لا انا مش هخش في الكلام خالص، لا خش لازم تبقى لازم ايه تنزل لكده عشان ما اوصلش للعمود الفقري بتاعك، ما تنساش. ها
ايه اللي صدمني انا لما عجرفتي مرت 30 سنه بقول لقرايبي ده فن، اي ده مش فن التحطيب، ده اي كلام، الجد هو الفن القتال الياباني ده في سنوات في الستينات، ها ده كلامي انا وده اللي بسمعه لسه هنا في مصر. انا وقفت العجرفه دي في سنه 2000 لما فهمت ميستو، ميست الفن ده كفن قتالي جماعي واحتفالي، والبركة في المجتمعات الريفية اللي حافظت على الموضوع ده وكبرته في المنظر ده. احنا كشركة دورنا ان احنا ننطلق ونكسب ونكبر، بالذات ان الجو العام جو كئيب وجو جايز جو انكماشي، والناس كتيرة جدا بتفكر انها يا اما تصفي يا اما تقفل يا اما تقلل العمالة وما الى ذلك. احنا اخترنا ان احنا لا، احنا عايزين ننفجر ونكسب. وفن التحطيب الفن اللي لقيناه في الفنون المصرية اللي هو يعبر عن دي بالظبط، لأنه فن قتالي يعني فن هجومي مش فن انطوائي، أو في نفسه هو فن احتفالي يعني في جزء بهجة وفي جزء فرحة وسعادة ومزيكا وفن جماعي. طبعا احنا كشركة أداءنا لازم يكون أداء جماعي، وإلا ما نقدرش نوصل لأي حاجة، لازم الناس تتعامل مع بعضيها وتتعامل مع بعضيها من غير كلام كده، يعني يبقى زي الكورة كده 1-2 من غير الحوجة إلى الخطاب. والتحطيب بينمي كل ده. لا مش أجازة، ده يوم عمل، احنا مش مسمينه أجازة، وممنوع الأجازات النهاردة، يعني ده يوم عمل اكتر من اي يوم عمل تاني. احنا كل شركه موجوده قدام حضرتك من بما فيها السواقين والغفر والمديرين الكبار والمحاسبين والمهندسين السكرتيرات، كل الشركه موجوده يعني.